لينوفو تألق من جديد بهاتفها المنافس ليجون واي 70 بمزايا خيالية، وهو وحش الألعاب الجديد. اكتشفت شركة لينوفو التي تتخذ من الصين مقرا لها عن أول هاتف ذكي لينوفو ليجون واي 70 مدعوم بمعالج والكوم سناب دراجون 8+ Gen 1. كما تم إصدار هاتف الألعاب من لينوفو ليجون واي 70 بمظهر أوضح وأداء متميز لتشغيل ألعاب قوية، حيث تعتمد الكثير من الشركات العالمية الرائدة في صناعة الهواتف عن وجود هواتف بإمكانيات رهيبة وبتصميم مختلف عن جميع الهواتف المتواجدة بالعالم. وهنتكلم في موضوعنا النهاردة عن أهم ما يميز هاتف لينوفو ليجون واي 70 المثالي وإمكانياته الخرافية. نوع شاشة الهاتف OLED، حجم الشاشة 6.67 بوصة، دقة الشاشات 1080x2400 بكسل، كثافة البكسلات 395 بكسل، معدل تحديث الشاشة 144 هرتز، نوع المعالج كوالكوم سناب دراجون 8+ Gen 1، معالج رسومي ادرينو 730، رامات 8 12 و16 جيجا بايت، الذاكره الداخليه 128 256 512 جيجا بايت. يضم هاتف لينوفو ليجون واي 70 ثلاث كاميرات خلفيه تعمل بتكنولوجيا مبتكره لتعديل الصور واستعراضها بجوده رائعه، وتعمل الكاميرات بعده تقنيات فائقه الجوده. الكاميرا الاولى وهي الاساسيه تعمل بدقه 50 ميجا بكسل بفتحه عدسه f1.9 مخصصه للتثبيت البصري. الكاميرا الثانيه تعمل بدقه 13 ميجا بكسل فتحه عدسه f2.2 مخصصه للتصوير بزوايا عرض واسعه. الكاميرا الثالثه تعمل بدقه 2 ميجا بكسل بفتحه عدسه f2.4 مخصصه للعزل. كما يضم الهاتف كاميرا أمامية تعمل بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f2.0 تعمل تجربة تصوير سيلفي أكثر من رائعة. يأتي الهاتف ببطارية عملاقة تعمل بسعة 5100 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة من نوع ليثيوم بلومير، تدعم الشحن السريع بقوة 68 واط. عن أسعار هاتف لينوفو ليجون واي 70، يأتي الهاتف بسعر 9200 جنيه مصري، أما السعر في السعودية فيأتي 1800 ريال سعودي. ودي نفسها مختصرة عن هاتف لينوفو ليجون واي 70 الجديد وحش الألعاب. أتمنى أكون أفدتكم، ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.